بدأ فريق فيكتوريوس موسم 2024-2025 لسباقات القدرة بنجاح، حيث أحرز لقب السباق الدولي لمسافة 120 كيلومتر، والذي أقيم يوم أمس في قرية البحرين الدولية للقدرة، وذلك بتنظيم من الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة. بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وقائد فريق فيكتوريوس أن فوز الفريق بالمركزين الأول والثاني يعد دافعا لتحقيق المزيد من الإنجازات في السباقات القادمة، ويؤكد نوايا الفريق ومسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات، مشيدا سموه بجهود الفرسان ومنتسبي الفريق في تحقيق الأهداف التي وضعها الفريق لمواصلة حصد الإنجازات، متمنيا سموه للفريق ولكافة الفرسان المزيد من التوفيق في السباقات القادمة. واستطاع فريق فيكتوريوس أن يحقق المركزين الأول والثاني عبر الفارس عيسى حميد العنزي الذي توج باللقب، فيما حصلت الفارسة شهد وليد الأحمد على المركز الثاني، بينما أحرز المركز الثالث فريق الزعيم عبر الفارس يوسف محمد السعدون. وشهدت مراحل السباق منافسة قوية من الفرسان، حيث وصلت السرعة إلى أكثر من 26 كيلومترا في الساعة. وكان السباق قد انطلق في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس السبت، وسط مشاركة واسعة من الإسطبلات المحلية وفرسان من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية. دشن الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة افتتاح الموسم بإقامة السباقات التأهيلية الدولية والمحلية لمسافة 120 كيلومترا، وسط مشاركة واسعة من الفرسان لمختلف الاسطبلات، حيث تأتي هذه المشاركة بهدف رفع المستوى الفني للجهاد والفرسان خلال السباقات المقبلة. والله شوف انت بصراحه، انا اليوم فاجئوني يعني اداء الفرسان فيكتوريوس والزعيم اليوم، تحقيق يعني سرعات فوق المعدل الطبيعي اللي بالنسبة لانطلاقة الموسم. اليوم سوينا 27 فاصلة، فبالتالي يعني أعتقد أن هذه مؤشر يبين جاهزية الفريق الفيكتوريوس وجاهزية فريق الزعيم، لأن الأداء اللي اليوم كان أداء ولا أروع. منافسة كانت ما بين فرسان الفيكتوريوس وفرسان الزعيم. السباق شهد مستويات فنية عالية من الفرسان طوال فترات السباق التي امتدت على أربع مراحل، حيث بدأ السباق في السادسة صباحا لتتواصل الندية بين الفرسان حتى الوصول إلى خط النهاية بتفوق فارس فريق فيكتوريوس عيسى العنزي على بقية زملائه الفرسان. نعم، اليوم كان الجو حار والسباق صعب صراحة علي وعلى غيري كان، بس الحمد لله احنا جايبين خيل مجهزينها، وبحمد الله يطول بعمره قال لنا ان شاء الله هالخيل هي اللي بتسبق، وجعفر ميرزا عارف بعد الحمد لله، وتوفقنا مو بكسور في الرابع ولا في الشباب كامل. كان المنافس الوحيد يعني عبد الحق واسطبل الناصر
من منافسينا، بس الحمد لله توفقنا. والله الطقس ما كان سهل صراحة، كان مثل ما تقول هواء وغبار وشمس، يعني كان يتغير كل مرحلة، بس الحمد لله خلصنا ويبنى المركز الأول والثاني الحمد لله، وهذه كلها فضل الله ثم فضل الفريق وفضل كل طاقم فريق فيكتوريوس، كل شخص كل فرد. والله بس كان وايد صعب، يعني الجو والهواء والحرارة يعني ما خدمنا، بس الحمد لله يعني قدامنا، ويعني ما حمل، يعني أنا صدني غلط ما حمل الفريق ولا المدرب، فالغلط كان مني أنا، بس الحمد لله. ويعني أمر من المدرب قال لي يعني حافظ وخف، يعني حاولت أوصل الفارس مركزك زين والحمد لله. يعني أداء مميز قدمه الفرسان في انطلاقة موسم سباقات القدرة، مما ينذر بأن السباقات القادمة من المؤمل أن تشهد مزيدا من الندية والإثارة بين الإسطبلات والفرسان، تحديدا مع إقامة السباقات الرئيسية التي طالما كانت الهدف الرئيسي للتنافس بين الجميع.